ما هو الدكتور إحسان من عيلة كامل، عاتبته؟ سألته؟ ما سألتوش، وكلكم عارفين إنه تلفيق، وإن ده رد على اللي عملته هند في العمدة ابن عمك. خلاص يا عايدة خلاص. لا مش خلاص، دي مش رضية خلصتوا منها، دي هند، هند اللي أنت تربيت في بيتها قبل ما تتجوزني، وكانت بالنسبة لك أم وأخت. يهون عليك تصدق كلام عليها زي ده حتى لو بالصور؟ ما ترد عليا يا ناجي؟ بصراحة لا. أمال إيه؟ تحب أقول لك أنا السبب؟ وليه عايم على عم عبد القادر؟ عشان رجلك جت معاه انت وشفيق في مصالح ضد هند وعبله. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش عايز تخريف يا عايده. مصالحي ملهاش دعوه باي حاجه. الو، اهلا دكتور احسان. ازاي صحتك؟ اخبارك ايه؟ مسافر؟ امتى؟ العضو المنتدى بالبنك هنا؟ ربنا يخليك يا دكتور احسان. لا لا طبعا هشوفه. طب انا هعدي عليك حالا. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. ايه هو احسان دخل في المصالح هو كمان؟ لا يا عايده، دي حاجه خاصه بشغلي انا. عايده تكرهي لو انا مسكت اداره بنك امريكي هيفتح فرع هنا وهيبقى من اهم المؤسسات المصرفيه في مصر؟ لا ما اكرهش طبعا، بس مش على حساب حاجات تانية، وما يكونوش علاقه باللي بيعمله عبد القادر. عبد القادر ايه؟ احسان دلوقتي شغله بقى اكبر من النوساني وعبد القادر والناس دول. احسان بقى حاجه تانية خالص يا عايده. وايه اللي فكروا بيك فجاه كده؟ ما انت بقالك سنين في فرع البنك الحكومي اللي انت فيه. عايزه ايه يا عايده؟ تحب ارفض؟ لا اقبل لو هيشرفك. هيشرفني. اتصلي بالبنت دي شوفي عملت ايه. اسمها عبله، اللي بتتكلم عليها اسمها عبله، كنت هتكلم من غير ما تقول. الو، ايوه يا هند، كنت نايمه؟ رجعت من المستشفى مهدوده. انا اللي كنت هطلبك، عايزاكي تحجزي لي عند اخوك الدكتور سامح. بعدين بعدين لما نتقابل هفهمك. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. ما ينفعش يا استاذه هند، وحضرتك ست العارفين، لازم تيجي هنا علشان اشوفها بنفسي. ما انا شرحت لحضرتك الحاله وحكيت لك على كل الظروف. هي خايفه انها ترفض. عبله عنيده جدا يا دكتور سامح. انا بعتقد ان عدم وصولنا لاي نتيجه في موضوع موت باباها كان له تاثير كبير قوي. اما بقى بالنسبه لموضوع دكتور احسان، انا قدرت اعالجه. بيتهيألك انك عالجتي، وبيتهيألك انك لمستي كل الاحتمالات، انما التحاور لازم يكون معايا. خلاص يبقى تيجي معايا بصفتك قريبي. عندك مانع يا دكتور سامح؟ ابدا، انا ما عنديش مانع ومستعد اروح لحد عندها قاعد. يا جماعه عبله ذكيه وهتفهم. يبقى لازم تصرحيها انها محتاجه دكتور. جرى ايه عايده؟ ما انت عارفه عبله كويس. ولا هي هترفض في الاول، انما هتقتنع في الاخر، لان نفسها ترجع لحالتها الطبيعيه. وبعدين ما تنسوش ان الرغبه عندها بنفس قوه الرفض. حاولي يا هند وانا معاكي. بس ده كلام غريب قوي او تخريب. يا عبد القادر، انت نسيت اللي اتفقنا عليه ولا ايه يا عمده؟ طب ما دام فاكر مش تبقى صاحي وتعرف كويس اللي بيحصل حواليك؟ اسال اختك ادريه، اسال الزباله اللي اسمه العايق، يشتروا من وراك يا عمده. اسمع ما اقول لك، لو ما تظبطتش كويس هطير الحكايه دي كلها منكم كلكم. اظن كلامي واضح. خلاص خلاص. خارجه دلوقتي. ايه
يعني انا مجنونه كده برضه يا هبله؟ امال ده معناه ايه؟ واحنا اللي قلناه مش كفايه؟ قلتي ان لازم دكتور امراض نفسيه يشوفني. ده مش معناه انك مجنونه. هبله انت متعلمه مش بنت جهله، ما تقدرش تقدر ان في حاجات مش لازم نرفضها او نخجل منها. انا مش مريت بظروف اشد من دي وكنت محتاجه لدكتور نفساني. ها المساله مساله عندي مش اكتر يا هبله، انت عندك حاجز نفسي، انت رافضه تشوفي هبله. والحل لازم تتكلمي مع دكتور. ما احنا اتكلمنا، هقول معاه ايه اكتر من اللي قلته مع حضرتك. اتكلمنا وما وصلناش لنتيجه. هو عنده وسيله وطريقه خاصه، طريقه خاصه للتعامل مع المرضى. اعتبري انها حاله مرضيه وانا رافضه ان يكون مريضه. ورافضه تشوفي، وعندك ده هيضيعك. ماما مش هما قالوا اني خفيت؟ انا بعتبر نفسي رجعت طبيعيه وهقبل بحالتي دي. انا كويسه ومرتاحه ومش عايزه اروح لحد ولا عايزه حد يشوفني. يا عبدو بيه لسه ما دخلهاش؟ امال بقى تجيبني بدري ليه؟ حد يجيب لي فنجان قهوه بسرعه. فريره عجايب، انا عبدو العايب، يبعت يجيبني على بلا وشي وما يستنانيش. بقى دي عامله تعمليها قدريه يا بنت الحاج جديد؟ بالراحه لا يطقلك عرق يا عبدو. ايه انت لا عايز ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ دي مش رحمه، دي جهنم الحمراء وفتحتيها على نفسك وعليا، افهمي. ليه بقى؟ انا اشتريت زي ما انت بتشتري يا عبد القادر، فين جهنم بقى؟ مش مسموح. مسموح لك انت بس يا نور العين؟ مش مسموح لجنس حد، الحكايه لها نظام تاني واللعبه ماسكاها ايد شديده مش اي حد. ايد مين بقى؟ النوساني اسم الله؟ لا النوساني ولا زفت، ده كل دول صراصير. اسم الله على مقامك يا سي عبد القادر، وانت بردك صرصار يا ابن الحاج جديد كده هو. طيب قسما عظما لكون مودي شعبان النيابه وكل عمايله عندي، والشكاوى اللي انا كنت دافنها هطلعها. العقود اللي انت زقيتي شعبان الكلب ده ها على الناس علشان يمضيها تجيني قدريه كلمه ومش هتنيها. طيب اذا كنت مش ناوي تنيها انا هولعها، وشعبان ما يشي تمشي قدامي يا عبدو وحنشوف. الله 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 الله، هو ايه اللي حصل بس يا عمده؟ اللي حصل انك زباله وهتفضل طول عمرك مالكش الا في عموله حد تصفره، على ايش شويه اثار سارقها، على شويه اثار تقليد ومضروبه، ها هتعيش وتموت طول عمرك مالكش الا في الوساخه اللي بتعملها يا نتن. زباله وساخة ونتن؟ لا 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 يا عمدة، لم لسانك وهات من الآخر. بقى رايح تشتري أراضي من ورايا؟ من ورايا أنا يا عايق؟ أنا معقول أشتري أراضي من وراك يا عمدة؟ وغباوتك يعني مفهماك إن محدش هيعرف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عمدة؟ طب هات أي حد يشهد، هات أي حد يشاور بصباعه ويقول على الأراضي اللي أنت بتقول عليها دي. أها ما انا عارف انك مصدر ناس ومستخبي وراهم وتقول لي يشاور بصبعه. يا عايق يا ابو قصه. لا 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 يا عمده، مالكش دعوه بالقصه. وبعدين يعني اللي انا بعمله ده كله هيصب فين يا عمده؟ ما هيصب في حجرك برضه، انت كبير القعده ومنظمها مع الكل. هو انا يعني غلطتي اني خليتهم يعتبروك بني ادم وسمحوا لك تحضر وتسمع الكلام من بق الدكتور احسان؟ وانت برضو يا عمده مصدق كلامه برضو وبتاخده على محمل الجد؟ ده كلام تهويش. ايوه اوراق مضروبه وبيضحك بيها على الحكومه. فوق لكلامك يا عايق، احنا دافنينه سوا يا عمده. انت فكرك ان هما شغالين بامانه مع الحكومه؟ ما بيضحكوا عليه. احنا بقى مش من حقنا ناخد حاجه من على الوش يا عمده قبل ما يربطونا بحساباتهم ومنعرفش نتبحبح. لا
الارض اللي خدتها، الكام فدان اللي لهفتهم دول، ريح قلبي ورجعهم الليله، يا اما قسما عظما لا تكون بره الموضوع كله يا عايد. ايه ده؟ خس عليك يا عمده، ده كلام برضو تقوله الحبيبه؟ بلا حبيبك بلا جله، دي ناس ما تعرفش الاونطه ولا تعرف الرحمه، بس الظاهر ان انت مخك الظلم هو اللي مش مخليك تفهم. ما انت رخر يا عمده، سبت اختك تشتري. اقسم بجلال الله لاكون مقفلها على الكل، ها، وهخلي كله يخش في المشروع، كل واحد بارضه. الكلام اللي بتقوله ده يا عمده كلام ناس هبل، ما يلزمش الناس دي دلوقتي، والظاهر انك مش فاهم حاجه يا عمده. ولا مؤاخذه يعني، اللي عايز اقوله لك ان زيك زي في الحكايه دلوقتي، والحكايه دي كلها ما فيهاش غير كبير واحد بس، مع انه كان في يوم من الايام افقر واحد فيكم، احسان بيه كامل يا عمده. كده اهو ماشي، هنشوف يا عيل. بنت يا شفيقه، انت يا هبابه. حاضر جايه. عايز تقدريه. اسمعي يا بت، اوصلي للدكتور شعبان وقولوا له يحصلني والعقود معاه. يحصلك على فين يعني؟ هو عارف، بس بسرعه، وقولي لعبد المقصود يطلع لي العربيه بتاعتي حالا. يلا اجري. حاضر. هند علام وصلت ودخلت مكتبها دلوقتي. وكلمتيها؟ لا يا اختي، جريت على هنا. هي ايه الحكايه يا سعديه؟ حكايه ايه يا حبيبتي؟ قبل كده كنت بتقولي الاستاذه هند، ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت، دي زله لسان. انت عارفه انا بحبها قد ايه، وعارفه غلاوتها عندي وعند الكل. عارفه، وعارفه كمان ان احنا نشرنا رد على الجريده الحقيره الصفراء والموضوع المتلفق بالصور المتلفقه، واظن هنا كلنا عارفين مين هند علام، ولا محدش عارف؟ ده انا حتى كنت رايحه لها دلوقتي. لا يا حبيبتي، مفيش داعي تروحي. ما دام الهاني متاخرت كده يبقى تغدي انت يا ست عبله. قلت لك مش جعانه. ما دام هتتاخر مش تتكلم تقول لي؟ اصلها بقى لها مده ما راحتش الجرنان. هات التليفون يا سالم، اطلب لي صافي. الظهر في حد جاي لنا. طب شوف مين كده، يمكن صافي جت. اتفضلي. ده الست عايده. لا ده الكلب المتوحش اللي كانوا جايبينه قبل كده ارحم. ازيك يا عبله؟ معلش يا دودو، اصلنا بقينا معسكر جيش، بقينا حظر تجول. امال ماما فين؟ فوق؟ لا خارج حدود المعسكر. هي لسه ما جاتش من الشغل؟ راحت الجرنان عشان تطلب اجازه، والزهر رفضوا وحجزوها. خلاص يا ستي، اديني قاعده معاكي لحد ما تيجي، تلاقيكي لسه ما اتغديتيش. مش مهم. لا ازاي؟ يا سالم حضر الغدا لعبل. لا يا سالم ما تحضرش حاجه، انا مش جعانه، انا قلقانه بس. هي عارفه ان انا بقيت قلق من اي حاجه، وهي غابت من غير ما تتصل. والله يا عبل ما في داعي لقلقك ده. يا سالم شوف مدام عايده تشرب ايه. لا ولا حاجه. عرفتي الفزوره؟ فزوره؟ مش انا خفيت وانا لسه ما بشوفش. هو ده بقى اللي كانت تقصده ماما؟ هي كلمتك؟ لحقت تقول للناس كلها ان بنتها خفت لكن مش عايزه تشوف؟ انا مش ناسي يا عبل، انت عارفه معزتك ومعزتها عندي، وانت عارفه انتوا ايه بالنسبه لي. ايوه عارفه، واظن ده بقى يديني الحق ان اتكلم معاكي بصراحه. يا ريت. انت متحامله على ماما خالص يا عبله، وده ظلم. انا؟ وهي متحمله علشانك ومش راضيه تدافع عن نفسها عشان ما تضايقكيش. تدافع عن نفسها؟ لانك اتصورتي عن ماما شيء مش حقيقي، بصراحه هي قالت لي، وده ظلم. ظلم؟ ظلمتها في ايه بقى افهم؟ بنت تظلم امها ازاي؟ انا لو مطرحها ما اسمحش لحد يظلمني، حتى لو بنتي. وبصراحه بقى انت محتاجه تعرفي الحقيقه. كونك مش عارفه الحقيقه هو ده اللي ملخبطك. طب عرفيني وضحي. افضل برضو ان هي اللي تقولك بنفسها. ارجوكي قولي لي، مش انت كنت لسه بتتكلمي عن معزتنا عندك؟ ماما ما قصرتش مع المرحوم بابا، ولا فرطت في الاهتمام بيه وبقضيه موته. قصدك قتله؟ ايوه يا ستي، قضيه قتله. بأمرت ايه بقى؟ هي والدكتور احسان ابن عمه عمالين يقولوا لي ان هم ورا الحقيقه، ومخصصين مخبر ومحامي مخصوص ومش هيسكتوا. لا الحقيقه ظهرت ولا شفتهم عملوا اي حاجه، دي حتى ما بقتش تجيب سيرته. انا لو منها ما اجيبش سيرته خالص ولا اهتم. ايه؟ لما الراجل يخدع مراته سنين طويله ويخبي عليها انه متجوز او كان متجوز، ده شيء مش سهل.
عدنا انا متاسفه. متجوز؟ بابا كان متجوز؟ ليه قلت لها يا عايده؟ عبله عبله استني يا عبله. سالم طلعني قط. ليه كده يا عايده؟ كان لازم تعرف، ما تفضليش قدامها متهمه وانت مش ناقصه عذاب. هي ناقصه كده مش هترفض تشوف، هترفض تعيش. خليها تواجه يا هند. تواجه ايه؟ تبقى تعامله زي الازاز، اي هزه هتتكسر. وتنكسروا انتوا الاثنين؟ لازم تفهم وتعرف الظروف اللي حواليكي، تفهم اللي حصل في ميت ابو كامل ضدك، وتعرف كمان الحقاره اللي حصلت في الجرايد. حطي صورتك انت كمان، هتحكي لها عن الصور. لازم تشاركك يا هند، مش تسيبك في نار جهنم كده. انا كده بنصفك وبطلب منها هي كمان تنصفك. تنصفيني وتظلميها؟ انت عارفه ابوها كان بالنسبه لها ايه؟ تنسال من البنور. تتخيلي دلوقتي ممكن يحصل لها ايه؟ قولي انه كده، قولي انها كذبت عليا عشان تبرأك. حتى لو مش كده. قلتي ايه؟ فيها ايه لو هي دي الحقيقه؟ فيها ان بابا مش بابا، وان الدنيا دي كلها كده. لا، بابا هو بابا، اللي انت بتحبيه واللي انا بحبه. غلط، غلطه اتورط فيها وهو صغير زي اي راجل، بس هو ما لحقش يشرح ولا يبرر موقفه. وعرفتي كل ده ازاي؟ من واحد صاحبه هناك، بس ده ما قالش اي حاجه من قيمته عندي ولا صورته في عينيا. اذا كان ده صح، ليه كنتي بتهربي من اسمه وسيرته؟ ليه ما فضلتيش بجد لحد ما تجيبي حقه؟ ليه ما جريتيش ورا الحقيقه؟ بكره هتفهمي كل حاجه وتعرفي كل حاجه. انا ناويه امشي ورا قضيته للنهايه. هتعملي ايه؟ عندي مشوار لشرم الشيخ يمكن يوصلني الحقيقه. شرم الشيخ؟ ايوه. رايحه لوحدك؟ لا، انا وخالد وانيسه. برضك هتقولي ما انتش واكل يا ولا؟ مش واكل. خبر ايه يا واد؟ البنايه ومش عايز تكمل البنا فيه، وخروج بره الدار ما انتش عايز. اللي سبق ما ترد عليا كانك مش دارينا بالمصيبه يا ام سعد. مصيبه ايه يا مخبول انت؟ حد يصدق كلام فارغ زي ده على الست هند؟ بنت الشيخ النادي ومرت الدكتور عايز الله يرحمهم. عايز اخرج اقول لهم كده ومش قادر، زوري متحاش. اخرج ودب صبعك في عين اللي يتكلم كلمه واحده عليها. خبر ايه يا والي؟ اقعد وسط الناس وشوف ايه اللي بيحصل ورد عليهم. ما فاكش لسان ولا ايه؟ محدش عارف بعد عملتهم دي ايه اللي حصل. طب ليه بعد ما خرجت من البلد والعيال زقلوها بالطوب، العمده فرد في الكلام والكل قعدوا قدامه زي البلاليس يسمعوا، حط الناس كلها في عيبه، كفت خلي اللي ما كانتش طايقاه. وانت بقى يا ضناي هتقعد لي كده زي الولايه ولا ايه؟ يا واد اتنحرر، اخرج روح لها وخدني معاك عشان نطمن عليها. ايوه يا ستي. بس قبل ده كله لازم تعرف ايه اللي بيحصل في البلد. يا شيحه. ايوه يا شيحه. خابط مين؟ انا الزناتك. مساء الخير. سنوه. جناب العمده عايزك في المنظره. عايز مني ايه جناب العمده؟ مش عرفني، هو قال لي توصل فريره لشيحه شحاته كامل وتقول له يجي يقابلني. قول له مش جاي. ايه؟ روح له، ها اسمع منه ما تردش، اشتري ما بيعش يا واد، فاهم؟ قول له جاي دلوقتي. احب اسمعها منك. وانا مش عمك يالا بصحيح؟ مش انا مربيك هنا في داري يالا؟ خير اللهم اجعله خير. تشرب ايه قبل؟ اشرب ايه؟ بقول لك ايه يا عمي؟ طالما فيها كلام حلو ومشاريب يبقى تقول عايز مني ايه دغري؟ يمكن الدنيا اتشقلبت وانا معرفش. يا اخت الدنيا بخير وانا مش عايز لك الا الخير، بلاش بقى النضاره السوداء اللي انت حاططها على عينيك دي. حقك وخدته، انما تتصرف فيه ازاي؟ ده اللي انت مش عارف تعمله وده اللي مزعلني. عرفك بقى ان اني معرفتش. ايه؟ وعرفت ايه بقى؟ رحت اشتريت كاريتا وكم جلابيه صوف وزعبوط؟ ولا البنايه اللي عمال تبني لي فيها ايه، هتشيد ابراج بشويه طوب ناي انتهبل يالا؟ واشتريت الخاتم ده وارضي موجوده. بس سايبها لحد دلوقتي؟ مش على طول، هفوق ليه؟ طب بص يا ضو، اتملى كده من الماكيت ده. دي ايه اللعبه اللي بتنور دي؟ ده مستقبل ميت ابو كامل، مستقبل كل واحد فيها بما فيهم انت. اهو مشروعك هيبقى هنا عشان تعرف ياض انك انت في بالي طول الوقت. ايه؟ مش فاهم. ما انا هشرح لك، تسمع وتفهم وبعدين تقول لي ليك في المصلحه في الموضوع ده ولا لا.
بس قبل ما اقعد اشرح لك وهاتي وناهد واتعب قلبي، عايزك تفهم حاجة. هتفهم ولا رايح نفسي من اولها؟ هفهم. عايزك تشيل من دماغك موضوع الخيانة خالص. خياني؟ ايوه الخيانة. شبطتك اللي ملهاش لازمة في دير الست هند علام تفكها خالص. ما خلاص بانت على حقيقتها واتكشفت. لا ما هي هتمهمه فيها تاني. ما هي اني ما كنتش اعرف. حلو، دلوقتي بقى مالكش حج. عرفت وفهمت. وبعدين انت قد لما هتبني الدار بتاعتك هنا بين السجارتين دول تلم بقى ستك ام مساعده، وما تقعدش عيب بقى انها تقعد مع ست اللهم احفظنا. ايوه اللهم احفظنا، فادت عليها ازاي دي يا عمي. نتكلم بقى. نتكلم. شوف بقى يا شيحه يا ابن اخويا، هتغيبي؟ لو ربنا ساهل حاجه بكره باذن الله. ما تنسيش تاخدي الدواء زي ما وعدتيني. حاضر. وبتصلي بيا على الموبايل حبيبتي، لو لقيتيه مقفول كلميني على موبايل انيسه. هتقولي لي نتيجه المحاوله؟ لو في اي نتيجه واضحه. مش عايزه اشغلك بتفاصيل ملهاش اي لزوم، بس على الاقل يعني عرفيني اشمعنى شرم الشيخ. عشان انا متاكده ان في علاقه بين اللي بيحصل هنا في مصر واللي حصل في لندن. ياه، معاد الطياره يا دوب. سالم. ايوه ست هاني. خلي بالك منها. ها، حاضر يا هاني. هي الست مسافره؟ اما تيجي بسالها. انا مش هكون موجوده الليله دي، خلوا بالكم كويس، كل اتصالكم يكون بسالم. الو احسان بيه؟ يمكن قافله المحمول، اصلها طلعت الطياره دلوقتي. هي قالت رايحه شرم الشيخ مش حته تانية يا فندم. ده ما يعرفش. مش بعيد يا اسطى، احتمال نطلع في اي وقت. هو ده هند؟ ايوه هو. يلا بقى يلا بسرعه نعتر على المصور ده عشان انا خايفه. وبعدين معاكي انيسه، وبعدين معاكي. يلا انت يا اسطى لف لف حوالين المكان بره. لا ليجي معاك كلنا. ما ينفعش، لازم تقعدي معاه، يمكن يظهر في اي وقت. عايزين مني حاجه؟ لا لا روح. الزهر الرحله هتطلع على فشوش، وراجل المصور ده كان هنا بالصدفه. لا يمكن جاي مخصوص للمهمه دي. بس يا ترى كان جاي منين؟ من مصر ولا منين؟ مساء الخير يا فندم. مش شغال حاجه حضرتك؟ مش في المكان ده مصور خاص في مكاننا؟ في حضرتك جاي بعد شويه. طيب اتنين بكتير. شافني جالي ليه؟ طب رايحه فين؟ استني خالد. مش هستني حد. يا استاذ يا حاتم يا استاذ
انت عايزه ايه؟ وانت بتهرب مني ليه؟ خايف من ايه؟ انا ما جريتش، انا متاخر على ميعاد، انت عايزه ايه؟ انت عارف كويس انا عايزه ايه؟ هي تلاقيها جتت؟ تعالى هنا، مين اللي دفع لك عشان تشوه صورتي بالشكل ده؟ ها؟ انا ممكن انقذك لو قلت لي، وممكن كمان اسجنك. انا هقول لك، انا هقول لك، انا اللي هبلغ غالب شرطه السياحه. امال فين هند؟ مش سهر المصور؟ وجري وجريت وراه. اتاكدت ان هو؟ امال دي اول ما عينيها جت في عينه راح متدور وجري على طول. اهي جت اهي. حصلتيها هند؟ ايوه رفض يتكلم، جري وهرب مني. يعني ايه؟ طلع عصفور من العش؟ لا انا عرفت مكانه، سالته وحددوا لي شاليه صغير قديم على البحر. وعرفت اسمه؟ عرفت اسمه، جاب الله. طب استني، ايه مش نتفق الاول؟ نتفق في السكه. استنى، ممكن يبقى معاه سلاح. زي ما استفدت قبل كده. هتاخد اللي انت عايزه، بس خليك حلو كده وركز معانا. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ والست دي بتجري ورايا ليه؟ اتكلم وقول لنا فين الفيلم. فيلم ايه؟ لا لا تاريخ بقى. الفيلم اللي صورته لي انا والدكتور والبنات، فاكر؟ قبل ما تغيروه وتخلوا اللي لابس قلع والمحترم منحط. انا ما عملتش كده، بس الفيلم الاصلي عندك يا جاب الله. ايوه الفيلم الاصلي عندك يا جاب الله. انتوا عايزين تضروني ليه بس؟ ما تخافش، مش هنسالك هم مين، بس هم يعرفوا انكم جبتوني. ما حدش يعرف، لان ما فيش حد كان ماشي ورانا وما فيش حد كان متابعنا. الا اذا بقى كنت عايز تستفاد زياده وتقول لنا هم مين بالمره. لا انا هجيب النيجاتيف الاصلي، مش ال 12 في الجرايد. ال 12 في الجرايد ده شغل تاني في مصر، انا ما اعرفش اعمله، مش قده يعني. كلام معقول برضه. الطلب مني اصور، صورت سلمت الشغل وخدت حقي وبس. لا حنين وطيب قوي. اتكلم بقى، قول من الاخر كده، فين النيجاتيف؟ مش قلنا هنتفق الاول؟ اطلب اطلب ما تتكسفش. 5000 جنيه وما ينقصوش مليم. يخرب بيتك يا مفجوع. موافقه. اتفضل. لا النيجاتيف الاول. ثانيه واحده هنا. انتي عارفه لو ضغطنا عليه هيقول لنا هم. ايوه عارفه. اتفضلي يا هاني. هات. ايوه ايوه هو ده الفيلم الاصلي. متاكده هند؟ ايوه متاكده. وريني. خد يا سيدي. وعلى فكرة أنا ممكن أديك كل اللي أنت عايزه لو قلت هم مين. حاجة بالله، خلص قول لنا ونخلص يا عم. اديني فرصة للصبح أفكر. يا أخي ده أنت هتقول كلمتين هتاخد عليهم فلوس قد كده. خلاص يا أنيسة، اديله فرصة يفكر. هنديلك فرصة تفكر. يلا بينا. السكة أمان والمكان متأمن. ما كانتش ناقصة إنك تكدبيها، أكيد كانت صادقة في اللي قالته، لكن برضو مش قادرة أصدق صورة بابا بعد اللي سمعته، بكل اللي كان بينا، بكل ذكرياتنا معاه، بكل البراءة والطيبة اللي كانت فيه.
أذن دي قط الست يبقى كده دي قط البيت. ايوه هي خليها في الاخر. دور انت في قط امها وانا وانت ننزل المكتب. المكتب اهم حاجه، مش هنمشي غير لما نجيب الورق. مش لازم ياخدوه، مش هياخدوه ان شاء الله موت فيها. الشنطه شويه ورق وعناوين وتليفونات وجرايد ملهاش لازمه. ما تيجي نشوف اوضه البيت، يمكن المطلوب نلاقيه في الحاجات اللي معانا دي. يلا بسرعه لحد في البيت يصحى. يلا مفتوح بس كان مقفول. يبقى البيت هربت. الله، البيت مش هنا. مش بقول لكم البيت هربت؟ دوروا بسرعه قبل ما نلاقي بتوع الامن معانا بره. ازاي ده كله يحصل وانتوا نايمين؟ انا هقفل الشركه احسن لي، بس قبل ما اقفلها لازم اسجنكم يا حوش. سلم يكلم ماما على الموبايل بس ما يخدهاش، يقول لها عبله بتقول لك لو تقدري تيجي تعالي. حاضر حاضر. افتح يا جبل الله. الباب مقفول، الظاهر انه مش هنا. هرب ابن النصابه. ما كانش لازم نسيبه يا هند. اساله على الجبل الله. انت شفته؟ في عربيه امبارح كبيره جت خدته بالليل. الو اي سن في ايه؟ ايه؟ وعبله؟ عبله عبله ايه؟ الحمد لله. طيب طيب انا جايه انا جايه. الورقه ما خرجش من الفيلا.
هند هتمشيك من المكان. لا تستنى عندك لحد هند ما توصل وتكلمني بعدها. يا ساتر. الأستاذ شوقي أبو حجر يا فندم. خليه يدخل. صباح الخير. ولا شوي المانع ان يكون الورق معك. ايه؟ هو مستحيل ما يكونش الورق في الفيلا وما يكونش كمان معاه لما كان في لندن. انت متصور انهم لو كان عندهم لسه شك 1% كانوا سابوني؟ الورق اللي لقوه في اوضته بيقولوا انه سايب الورق في الفيلا، والورق اللي سابها لي الوصية. فهمت يا دكتور؟ أنا يهمني أوصل للورق ده أكتر منهم. ليه يعني؟ ده موضوع؟ ما تسألش. يبقى نتكلم في المفيد. أول مرة أشوف أعصابك الفولاذية مش هي. أعرف حدودك وتفضل قابل ديفيد. أنا مش فاضيلك دلوقتي. تيجي لي بعدين قبل ما تسافر. عبلة 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 ست هانم الفيلا اتبهدلت. اتحرق. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ألف الحمد لله على سلامتك. وحشني وشك قوي، وحشني. أنت عزيزتي يا حبيبتي، الحمد لله، الحمد لله يا رب. خالد، أنيسة، حبل فتحت، حبل فتحت. شايفة خالد؟ مش مصدقة. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. البركة في الحرمية. ازاي؟ بعدين. وحشني وشك قوي يا انوس، وحشتيني. الحمد لله على السلامة يا عبلة، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. عبلة، الحمد لله على السلامة. طب بقول ايه؟ نمشي احنا بقى على مشاعر ما تهدى شويه. وهو نلاقي حد بقى يجيب لنا حاجه نشربها عشان احنا على لحم بطننا من الصبح. استني محضر العشاء. لا 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 انت صدقتيها؟ لا ده احنا خلاص هننام. احنا عايزين ننام، احنا قالوا لنا المفاجاه اللي عملتها لنا عبله. كان زماني نمت وانا واقفه. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. تصبحوا على خير. مع السلامه. ست هانم انا عاوز اقول لحضرتك على حصل امبارح. مش وقته، مش حاسس باي حاجه، مش حاسس باي حاجه. ماما انا عايزه اتكلم معاكي كتير قوي، ولا عايزه تنامي؟ لا يا حبيبتي انا عايزه اسمعك.